هل يجوز للمرأة التي انتهت عدتها سواء كانت عدة طلاق أو وفاة أن تتزين عند تعرضها للخطاب؟ وإذا كان ذلك جائزا أفلا يتعارض هذا مع ما ذكر في القرآن الكريم من أن المرأة لا تظهر زينتها إلا لزوجها أو محارمها؟ يجوز للمرأة إذا انتهت عدتها من طلاق أو وفاة أن تتزين بما أباح الله لها، المعروف نعم قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني بالشيء الذي جرت به العادة، ولا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه مفاسد. تتزين بالكحل والخضاب ولبس الثياب الجميلة، وليس معنى هذا أنها تظهر أمام الرجال بهذه الزينة، فإنها يحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها عند الرجال الأجانب، سواء كانت خارجة من العدة أو غير خارج. يحرم على المرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجال بما يلفت النظر إليها بزينة بدنها أو زينة ثيابها، ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لأن المراد أنها تتزين في بيتها وعند النساء، أما أنها تخرج للرجال وتبرز زينتها فليس هذا جائزا مطلقا، لا في حقها ولا في حق غيرها من المسلمات. نعم.